هذا عين صحنو تتميز بطبيعتها الخلابة وتتميز أيضا بالماء، وأيضا يستخدموها الناس كالشرب والسباحة. هذا في نص المدينة صلالة على طريق صلالة ثمريت ومن الجهة اليمين. الماي دحين زاد أكثر من أول، أول ما فيه ماي واجد، عندما يجي المطر تنفجر العيون، تزيد الماي، يزيد الماي فيه. هذه يبدأ الموسم من شهر 7 نهاية 6 وإلى 1/9، وأيضا يجوها الناس من أخواننا الخليجيين والناس من بعض الدول الأخرى، وتمتاز هذه النسفة بجمالها الرائع. والله حقيقة ما أول مرة، أنا تقريبا بين 2-3 سنوات أجي أزور صلالة. جوها جميل، بلاد خضراء تتمتع بالعيون والمصادر المياه فيها كثيرة، الجو فيها جميل بارد، وين تروح في صلالة كلها دنيا خضراء الحمد لله، وبتحصل السياحة نشطة كثير. يعني هذا المكان حقيقة مكان جميل، في بركة مياه يستمتع فيها السائح، يستحم فيها وكذا، وكذلك تتمتع بالخضرة، وفي مثل النهر الجاري الحمد لله فيها، الناس تصور وتأخذ لقطات حلوة فيها للذكرى وهو رايحين بلدانهم. والله اعرف عنها هذا من زمان، يعني العين هذا كل الزوار يجون في العيون هذا، واكثر يجون في العين هذا، يزيد فيها بعض اذا جاء الخريف يزيد فيها الماء وتنقب بعض الماء، يزيد الماء فيها.